تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويظنون جعفر الدلبيجي الحديث على سلوك المسلم في رمضان ونسى حكاية الزلزال وأكثر ذنوب بني آدم ألسنتهم ويمكن باللسان أن تشن الحروب وتسيل الدماء فلذلك الله أكبر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا إنه زلزال اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول إنه زلزال في مزيكا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم احفظنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم احفظ تونس اللهم احفظ تونس اللهم احفظ تونس اللهم احفظ تونس إنه زلزال لا بأس حل الباب لا بأس محفوظون لا بأس لا لا تخاف لا بأس لا بأس لا لا تخاف هادي ألح برشا مرات على الشيخ باش يتخبى مقبل ضيفنا باش يحمي روحه بكرسي إلا بعد اشتداد الرجال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك خرج الشيخ من استوديو باش يلقى الدنيا مقلوبة وضحية مصابة قدامه على الأرض في العالم من إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو لباس محفوظين هزوا للسبيطار بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا ولا جيبوا لابيرونس كلموا لابيرونس لباس لباس إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الشيخ تلهاب إنقاذ الضحية ورغم الضحك والتصفيق ما كانش من السهل إقناعه أنها كاميرا كاشفة الحمد لله فما حتى اي مشكل خفت عليك اكثر من كل شيء سيدي كلامك مرحبا بك
شنو يا شيخ؟ والله بارك الله فيكم، بصراحة يعني كاميرا خفية قوية جدا. والغريب قبل 3 أيام كنت أحدث نفسي وأقول يا فريد ودبالك راهو تعرف العالميين ويحبوا تفريد والجو بالكدير وطاو يطيحوك في كاميرا كاشية. قلت ليه مستحيل. فلما شفت الرجاء قلت هذا أمر الله، وإذا أتى الزلزال معروف نتوجه إلى الله بالدعاء والشهادة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الياس أنت كنت تتفرج في الكواليس، الياس الغربي الإعلامي. أنا بهت الحقيقة والحمد لله ما تعدتش عليا الكاميرا كاشية هذايا، خاطر ما نجمش نعرف كيفاش كانت نجم تكون ردة الفعل نتاعي. كيفاش تبعت؟ نهنيه على خاطر معناها أثر علينا برشا، وحتى في الكواليس فما ناس قامت تبكي. الناس قامت تبكي على خاطر اعتبرت اللي ردة الفعل نتاع الشيخ هي ردة فعل نتاع إنسان تقي طلب ربي في وقت شدة، ردة فعل نتاعو نتاع إنسان رجع لمولاه يقول لا لا يقدر ينجم يصير أي مخاطر. فريمون سيتي تخي بوشون. تابعوا معنا غدوة حلقة جديدة وضيف جديد في الزلزال.